مشاهدينا الكرام، طبعا لازلنا مستمرين معاكم في برنامج طبعا مساء الخير يا كويت وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت، ولكن خلونا نشوف سود العريل في هذا التقرير، نرجع لكم مرة ثانية. وصل في البلاد صباح اليوم بقالة علي السالم الجوية الدفعة الثانية من القوة القطرية الشقيقة للمشاركة بتمرين فهود الصحراء المشترك بين القوة البرية الكويتية والقوة البرية القطرية، والذي سوف تنفذ فعالياته خلال الفترة من 5 فبراير ولقاية 7 مارس 2017، حيث كان في استقبالهم آمر لواء الشهيد المدرع 35 العقيد الركن مبارك الزعبي الذي رحب بالضيوف الكرام في بلدهم الثاني الكويت. كما وصلت القوات والآليات العسكرية القطرية عبر منفذ المنصيب البري للمشاركة في تمرين فهود الصحراء، والذي يعتبر الأول من نوعه بين القوتين بهدف تعزيز وتطوير مبدأ التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك ورفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية. والجدير بالذكر أن المشروع النهائي للتمرين سيكون في 7 مارس 2017، علما بأن التمرين يحظى باهتمام القيادة العسكرية بين البلدين الشقيقين واهتمامهم في المشاركة لرفع مستوى الكفاءة والأداء